بيوت أثرية، قلاع شامخة، أبراج تتوزع هنا وهناك، وتحتها تتشكل بيوت الحارة ومرافقها وطرقاتها، يرجعون اسمها إلى المكان المنخفض لما يحيط بها من جبال. حارة المضيرب بشرقية عمان مثال حي آخر على أهم أنماط العمارة العمانية، تتجسد فيها مفردات البيئة وطريقة البناء المعتمدة على الحجارة والصاروج. بلدة المضيرب، هذه البلدة تعتبر من البلدات من ولاية القابل بالمنطقة الشرقية شمال. هذه البلدة سميت بالمضيرب نسبة إلى المضارب، أو يعني جمع مضارب، وهو المكان أو المسكن، ويقال بأنها سميت بهذا الاسم لأنها ضاربة في الجبال. أما عن تأسيس هذه البلدة فحقيقة هي بلدة قديمة جدا، لا يعرف بالتحديد متى تؤسست، لكن في مخطوطة للشيخ راشد بن سعيد بن رجب في عصر الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي الأول ذكر بأن هذه البلدة كانت موجودة في عصره في بئر كانت تسمى بئر أم اللثيلة، وحكم فيها الشيخ عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي الذي كان والي للإمام سلطان بن سيف الأول على الشرقية، حكم في هذه البئر بأنها تقدح في فلج المضيرب. فهذه الإشارة تدل على أن هذه البلدة كانت موجودة في عهد الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي. عند دخولك إلى الحارة تتسابق المعالم الجميلة بناء وتاريخا وفنا في تقديم نفسها والترحيب بالزائر، لا تكاد تفارق مبنى حتى يستوقفك معلم آخر، آثار نفيسة وأوابد تاريخية تكتنزها بقعة جغرافية مترابطة تقرأ فيها توالي الأيام ولا زالت مزدحمة بالأقدام. فأمام أي منها تقف؟ قلنا سنة 1200 تحديدا 21 للهجرة بدأوا ببناء القرية مرة ثانية من جديد، الأسوار والتحصينات العسكرية من جديد، وكانوا يشتركون كل واحد يشترك في هذه القرية في بناء هذه الأسوار والتحصينات، وعملت لهذه القرية مداخل معلومة تسمى الدراويز، كانت محتزمة بسور وفيها دراويز. فالمدخل الشمالي كان يسمى بدروازة كشام، وكشام المنطقة الأمامية أو المواجهة في اللغة العربية، وتأتي بعد ذلك الدروازة الغربية تسمى دروازة قرضوب مدخل لهذه القرية، والدروازة الجنوبية تسمى دروازة البلاد، والدروازة الشرقية تسمى دروازة كنيشة. هذه مداخل معلومة لهذه القرية، لم تكن حتى السيارة تدخل إلى هذه القرية. في السبعينات بدأوا بالتوسع وبناء الشوارع، شوارع القار، فبدأوا بإزالة هذه الدراويز وعمل الشوارع داخل هذه القرية. سبلة المحارمة قلعة شامخة إلى الغرب من سوق المضيرب تأخذ شكلا مربعا، أبوابها تفتح للزائر دهاليز التاريخ قبل أن تخطو قدمه إلى داخلها. فبابه الرئيس مصنوع في شرق أفريقيا، حملته السفن إلى ميناء صور، ومنه على ظهور سفن الصحراء إلى حيث ينتصب شامخا منذ سنة 1308 للهجرة. قلعة الخناجرة تتوسط الحارة، تتكون من قسمين يعلوها برج، بني جدارها الخارجي على شكل اسطوانة ضخمة تزينها العقود والنقوش. طبعا حدثت تأسيسات أو تعميرات إعمار في هذه القرية بعد هجرة العمانيين إلى أفريقيا الشرقية. بدأت هذه الحارة بالتأسيس مرة ثانية أو بالإعمار بإعادة التجديد
بعهد السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي بعد اتصال العمانيين بإفريقيا الشرقية وجلبهم للأموال من تلك المنطقة، فبدأوا بإعمار هذه القرية وتأسيس الأسوار من جديد. يقال بأنه كان أهالي القرية في عهد السيد سعيد بن سلطان بالتحديد سنة 1221 للهجرة كانوا يمثلون طابور من الفلج إلى أعلى الجبل، طابور من الرجال، وكانوا في هذا الطابور يحملون الماء والحجارة في أكواز من فخار. معالم الحارة كثيرة ومتنوعة وكلها معالم أثرية ثرية بهيبة مبانيها وروعة نقوشها وتفاصيل أبوابها ونوافذها. الحارة عرفت حراكا اجتماعيا وثقافيا آثاره لا زالت ماثلة تعززه كثرة المجالس العامة والمساجد، كانت ساحات لقيا ونقاش ومعاهد علم ومعرفة. وليس ببعيد مسجد الحساب قريبا من سوق المضيرب، سمي بذلك لأن الناس اعتادوا حساب حركة النجوم فيه لمعرفة دوران آثار الفلج، وهو من المساجد الأثرية. هذه القرية تحوي العديد من المساجد الأثرية، أهم هذه المساجد الأثرية مسجد الحساب. هذا المسجد الحساب بجنب بيت الشيخ سالم بن حمد. هذا المسجد كان يحسب عليه النجوم في الليل عند استخدامه كمزولة في الليل، بحساب النجوم في الليل ومعرفة أواد الفلج، فسمي بمسجد الحساب. جدده الشيخ جمعة بن سليم بن هاشر الخنجري الحارثي في الفترة في عهد الإمام سالم بن راشد الخروصي. وكان هذا المسجد مسجد الحساب مدرسة علمية تعاقب عليها الكثير من الفقهاء ودرس الكثير من طلبة العلم. كان آخر هؤلاء الشيخ ناصر بن سعيد النعماني من الخبة، أتى به المشايخ أولاد حميد فدرسوا في هذا المسجد مسجد الحساب. كذلك يوجد مسجد السوق من أقدم المساجد معنا، ومسجد بركع، ومسجد العريق، والعديد من المساجد موجودة معنا في هذه الحارة. يحيط بالحارة سور منيع متشابك مع الجبال ما يعطيه قوة ومهابة، عليه نقاط مراقبة ومرامي للبنادق. تتخلل السور أربع بوابات تعرف بالدراويز، لم يبق منها إلا القليل. طبعا الكثير من العلماء خرجوا من هذه القرية، من ضمن هؤلاء العلماء قديما الشيخ أحمد بن حمدون بن حميد الحارثي، هذا كان أريد به أن يكون قاضيا في زنجبار، وكان مفتي كذلك من ضمن العلماء الذين خرجوا من هذه القرية. الشيخ سالم بن حمد بن سلمان بن حميد وهو من المتأخرين، والشيخ سعيد بن حمد بن سلمان بن حميد، ومن ضمن الشعراء الذين خرجوا من هذه القرية الشيخ جمعة بن سليم الخنجري الذي كان شاعرا مجيدا مدح الإمام سالم بن راشد الخروصي والإمام محمد بن عبد الله الخليلي. ومن ضمن هؤلاء كذلك نساء شاعرات مثل ريا بنت حمدون بن حميد، كانت هي وأخوها أحمد بن حمدون يقولون الشعر، هو من زنجبار وهي من عمان. وكذلك من ضمن النساء من هذه القرية كنيشة بنت سعيد بن محيل السمرية التي أسست شرية كنيشة إلى الآن، وكانت توزع الأراضي في هذه المنطقة وعمرتها. ومن ضمن النساء
كذلك في هذه القرية زوينة بنت محمد بن عامر المحرمية، وهي التي أوقفت بيتين، كانت في عهد السيد سعيد بن سلطان، أوقفت بيتين في مكة المكرمة لفقراء العمانيين الذين يرتادون مكة والمدينة. حارة المضيرب حارة تطل بشموخها من التاريخ، ولا تزال حية نظرة معمورة بأهلها، فما بين هذه الأوابر التاريخية حاضر يعج بالحياة ونشاط البيع والشراء في سوقها الشهير. أما من الناحية الاقتصادية فكانت هذه القرية يعني مزدهرة، كانت سوق، تعتبر السوق الثاني بعد إبرة، كان يأتيها التجار ويأتي مرتادو الأسواق من وادي بني خالد إلى وادي الطائيين، كان سوقا قويا في المنطقة الشرقية، سوق بعد سوق سفالة إبرة، سوق المضيرب يأتي في المنطقة الشرقية الثانية، وسوق المضيرب يعني نحن نقصد في هذه المنطقة يأتي المرتبة الثانية. وكان يقام هذا السوق كما يحكي الشياب من الصباح إلى الظهر، ثم بعد ذلك قائم من العصر إلى المغرب.